دابا شنو المشكله ديال المغرب؟ شنو المشكله ديال المغرب؟ المشكله ديال المغرب انه خلقنا واحد الطبقه برجوازيه اللي استغلته كما ينبغي. وكان كنا كنقولوا مني انا وجداد، على كل حال الدوله كتحتاج واحد الطبقه برجوازيه، لان الطبقه البرجوازيه هي اللي كتستثمر وكتنمي وعندها علاقات دوليه وكتصنع وكتبيع وكتطاطا وكتصنع با 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 با. في الاخر ما فطناش براسنا بان كنا كنكونوا واحد المجموعه ديال عباد الله غير خادوا الفلوس، بداو كيقشطونا، بداو كيهربوا من الخارج.